guys. Come on. We're gonna clap. One, two. We're gonna do it all together. Yellow. One, two. All right. Deal. Stays and chats all the way from Dubai again. أول شيء الحمد لله على السلامة. Thank you. دائما جاي وهيك عندك قصصك وحكاياتك وخبرياتك وقعدت بالسيارة ورا. قعدت بالسيارة ورا غير؟ إنه ليش؟ إنه ليش؟ العراسي جاي بنال معك عراسي ورا الكواليس بفهم بس إنه جاي وجايب معك سبع شيء. أنا جاي قاعد في الجمعتين. بلش هيك. أنا جاي قاعد في الجمعتين. انا بدي اجيب الخدمه اكيد اكيد قلت له معي قلت له اكيد قلت له السياره نظيفه قال لي اكيد قلت له معي شعار كلب قال لي يا سلامه انا بيت فريندلي كار عصير قعدتك بالبيت فريندلي باك سيت تتحس بشعر الكلب انا حسيت هل نحن نسينا شيء اساسي اهلا وسهلا بجورج يا اول مره على الكاميرا بلا شعر جورج مرحبا كيفك جايز الو اهلا اهلا في ناس بتلتقى فيهم اول ما تلتقى فيهم دغري بتحس حالك تعرفهم من كثير زمان في ناس بتلتقى فيهم مثلك دغري دغري بتحس يلعب ودور ضحكه حابب عشان القريب على القلب خمسة زين تعال قرايب Thanks لأنه جيتوا أول شغلة. Plus, guys, our guest is very shy, so we're gonna have to support him, and all the way, because we're gonna have a great time. I'm not because shy, but honestly, I don't like to be on camera. So I know. We أصلاً نحنا على فكرة ما بنحب الكاميرات. نحنا ولا مرة أصلاً ما شو كاميرات ما شو سوش social life. ما تحب social life؟ أبداً. أنا عبيد أتعرف عليك أكثر وعبيد نقعد سوا عند دار الحديدي بالمطعم بالحديدي. كنت دبي عم تحكي فيه خان ولا مثل ما هي كنت دبي عم تحكي فيه المطعم يمكن هو هون او مش هون الناس اجت عليه او لا الشيف عمل ضجه وطنيه حتى نبلش من الاخر للاول قبل ما نحكي انت وين كنت شو بتعمل خبرنا عن المطعم مطعم is called Marini. Marini هي the اذا بدك the combination of a lot of experiences من جهه الشيف من جهتي so, انا انا ماركتر اند ميديا بيرسون بشتغل كل حياتي اشتغلت كل حياتي بالماركتينج هاد كابل اوف فيو سمول اكسبيرينسز بالاف ان بي بس كل وقتي اشتغلته ماركتينج شيف مونسيراتو از ايطاليان شيف كم من سردينيا عاش كل حياته تقريبا بسردينيا بعدين نقل على لندن من لندن هي كيم تو دبي هي ورك ان لوت اوف فيري فيموس ريستورانتس هي تو ريلي ريلي جود بيست براكتسز بدبي سو هالكميه من الاكسبيرينس اللي انا عندي اياها بالماركتينج والاكسبوجر والايدنتيتي كرييشن وهيك وهو عنده يا كولينري انجريدينتس هيستوري فود ايطاليا سردينيا ميديتيرينيان كل هالقصص سو الشيء الظرف انه وي كومبايند اول ذس توجذر اند وي اوبن ماريني واي ماريني ذا فاميلي نيم اوف ذا شيف لانه اتس ا فاميلي بليس يعني يو كم هير يو فيل لايك يو ار سيتينج ان ا هاوس ان ا هوم تاكل اكل معمول كأنه معمول بالبيت. It's a typical authentic Mediterranean. مش بس إيطالي. So Italian is the majority of the food. بس في Greek في هلا عم بيقول لي by the way بدنا نزيد شيء لبناني. So بدنا نلاقي له one dish Lebanese dish typical Lebanese تنحطه على المنيو. Dish أو any item. في any item. بيك appetizer بيك main course بيك salad that can be I don't know. شيء ريفيزيتي شيء شغله عن البيتزا اللي في واحد لبناني من تقريبا شي 1000 سنه اجى على لبنان كنت بعد بالبحر وهيك فوصل على لبنان شيخ انا كنا عم ناكل ايش بس كان لونه اسود نقزته شوي اجى على ناخذ العجينه بنحط لها بندوره سميها بيتزا صح فهيك نرجع نرد البيتزا على اصلها ولا بدكم تسموها بيتزا ما في مشكله بنسميها بيتزا لبنانيه مع زعتر صراحه اتس ان ايديا عم نشتغل عليها كنا تكون معك كثير صريح لانه احنا هون بنستعمل ذا فلاور تبع الاوريجانو سو وقت بنستعمل الاوريجانو هون بنستعمل الاوريجانو الكوميرشال اللي بتشوفه بالسوق سو وي هاف رح لورا هرب سو هذا الاوريجانو ما بعرف اذا طالع بخيال حدا سو ذس از ذا ريل فلاور اوف اوريجانو افتح ايدك حفه بايدك مزبوط قبل وقتك هذا ذا ريل اوريجانو لا بدي انا بلا بيطلع لك انت جربته صح 100% ريحته كثير حلوه كمان قبل شوي فاجئتني شممتني البيزل يلي اوف طعم هون بالبيت حسيت هلا في جنينه جاي اوه
Oh my God. هاي جنينة جورج بالمحل. So this is as well. So this is as well a real Italian breed of basil that we grow. بالغلط اكتشف انه بزرع منه بالبيت. So we are growing now for the restaurant. Nothing to do with hygiene لانه ما لها علاقة. انت ما بدك بس بتزرعهم as it is organic. زعتر would be كان عم بفكر يعمل زعتر بالاوريجانو. We will try. We'll see how it works. لانه هيدا نحن بنستعمل بلبنان زهرة الزعتر. So it might work. كان بي عندنا برمجانا. نحن عندنا شيخ المحشي. So if you can call it Sheikh Al-Mahshi Parmijan. This is an idea. So anyway, why are you لانه اول شغله both we are Mediterranean. So هو ايطالي من Mediterranean وانا لبناني على Mediterranean and this is what he knows. This is what he does. وانا ربيت على هول التيستس. يعني هلا بدوق كم شغله بتقول لي this is from the coastal تبع Mediterranean. ربينا عليهم طعمه السي فود, طعمه البحر, الاوريجانو, كل شيء زعتر, كل شيء سيترس, كل شيء بيزل, الحبق عندنا مشهور. So that's why No, من part of our spirit, هيدا حياتنا, this is what we do. شغلتين, أكيد عم تسألوا وين الشيف؟ الشيف بكل معنى الكلمة, قضينا ساعة, no way, لا بتطالع, لا بالنازل, ولا شيء, he's gonna join us. بس حاطين كاميرا, عم بتصوروا كل وقت وعم بيشتغل. So you're gonna get a shot of that. So he's sitting there preparing. Chef, how are you? Very good, you? We're good, we're amazing. We're happy to see you and to know that you are with us. Thank you. Only cooking, no talking. That's the title of the episode. Here is a restaurant to come to eat here. Chef, how many years? 26 years. I work in the kitchen. Working in the kitchen, all the way. Amazing. بحب انه انتوا كيف تلاقيتوا مع بعض. خد عنه شوي, روح لهونيك شيل معه وانت ما تسالني. ما بقى تسالني بستحي. في شغله اساسيه قالها جورج, قال انه وي جرو, اتس نوت وي, هي جروز بيزل. هاو ماني تايبس اوف توميتوز؟ ا لوت. اي جرو ايفري ثينج. بس انا بقول وي فور ا ريزن, لانه قلت لك هذا المطعم is a combination. بس يعني انه عم بحكي from a hobby perspective. From a hobby and meditation perspective. انا I grow a lot, I garden a lot. This is my meditation. يعني اليوم كل حدا عنده شيء بحياته. I cook and I garden. So those two things اللي بعملهم بحياتي just to meditate, to have my own space, تكون لحالي. So this is what I do. So جورج بيقضي كل يوم الصبحيات ساعة بجنينته تقريبا. بيقعد مع الاولاد ومع الزرعات, بيتغزل بالورقة وبالتوميتوز. شو متعلم learning؟ انت كان عندك حياة corporate يعني هو؟ Yes. Completely. دغري. I started my career بدبي 9 to 6, corporate life, regional position, سفر, a lot of bureaucracy وكل هالقصص اللي بتشوفها بالcorporate life. I have a passion for food. حياتي كلها معلقة بالأكل و I cook a lot. What does it take? Look, ما هي كل واحد كلهم بيقولوا لك do your passion, but it's not only about the passion. It's about do what you know. يعني اليوم أنا جربت وقت بلشت my career بالpassion. حتى you have a lot of lacks بالحياة. You need to have the management, operations. It's not easy. يعني بعدني عم بقول لك اليوم بفكروا إنه فتح مطعم إنه you just cook. إنه عمل لك ساندويش وماشي الحال. It's not like that. I excel in brand identity creation, marketing. This is what I did. والشيف he excels بالoperations, بالculinary art that he has. كل هالقصص he complements me بقصص. مشان هيك وقت when we combine those two efforts, الحمد لله طلعنا success. جورج صار زمان بدبي. وجورج لأنه كابل corporate world, مش بأي corporate بالميديا, بالحل ماريني بقلب دبي ميديا سيتي. أنا وياك بنعرف شو هيدا الشيء. Dubai Media City is an area that has been shining and booming since the 1999-2000. So كبرت, بلشت بهول التلات بنيات اللي بوجنا CNN, NBC, etc. وهلا صارت مدينه, كل الايجنسيز, كل الدايركت كلاينتس, كاستمرز. This was the place. So till today, بعده اصلا وقت الغداء كلهم ايجنسيز بتنزل. شو بتعني لك دبي؟ دبي is different. ما يعني دبي السؤال شوي. شو بتعني لك دبي ميديا سيتي؟ دبي ميديا سيتي فيها ذكريات حلوه. Parties, work, meetings. Dubai Media City, وقتها بتقول أنا
جيت من لبنان على ميديا سيتي. صح. I lived in ميديا سيتي. أول شغل أخذته إيه. From Abu Dhabi for 3 months I came to ميديا سيتي and I stayed in ميديا سيتي until today. So it's my hometown. This is where I live. This is what where I work. كل يوم بيجي بشتغل هون من. لأنك لأنك بعدك إيمان فيها وفتحت رجعت مريني هون. Our pilot I wanted it to be in ميديا سيتي لأنه I existed already هون. Guys stop to talk. Now that's sweet, now. Stop to talking, eh? Stop talking. Stop. All right, chef, we are ready for you. What are we gonna eat now? Too many things. What's the first dish? Whatever you want. There's salad, chicken Milanese salad, beef carpaccio, beef ribs, and beef tartare. Very nice. Everything with garlic. With garlic. We're ready for you. Investment. افتح مطعم بدبي صعب. It's very tough. Very tough. Very tough لأنه like everything in Dubai مش بس بالمطعم specifically عم تفتح شركة وعم تفتح مطعم وعندك operation وعندك operating cost and it's a lot يعني you need to be really well backed up وعارف حالك شو عم تعمل it's not a joke يعني كل العالم يجي بقولوا أهين شي نعمل إنه إيه I will open an F&B concept which is very 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 المطعم أكثر بكثير من أنا بحب أطبخ تحت مطعم صح. في investment في عيال في حياة في مسؤولية في ديوة وفي كهرباء وفي ماي وفي أوران لك وحقلي وكمان مثل كل شغلة بتعملها إنه it's very obvious إنه you have a lot of operating costs especially في عندك الموظفين وقطعنا بفاز مع كورونا ومع كل القصص وقت بتقطع فيهم so بدك تقرر إنه either I will be committed تحمل المسؤولية وفوت بهالقصة or stay 9 to 6 and do whatever what you know خلص شو بتحب تسمي أكلتك honest comfort design شو بتحب تسميهم traditional let's say traditional authentic لأنه this is real food so ما في شيء نعمل له tweak so أكيد في the spirit تبع الشيف which is this is the key أنا قمت بس لأخذ ما فينا ما نصورهم حبيبي ما فينا ما نصور yes okay معك صار سر انه شيف مونسيراتو بحط حياته كلها بحط النفس تبعه he puts all his life اذا انتبهت ما بيقبل يقصر بولا 1% على الزبونات so he doesn't care اذا حدا عم بيصوره حدا عم ما بعرف شو عم يعمل هو كل هدفه انه الاكل اللي بيطلع من هذا الكيتشن يكون as authentic as it can be وريل فود this is real food when you eat it you هو feel هون هو بالمطبخ دائما هو موجود كل يوم اكيد والريسيبيز تبعه حتى لو منه هون از ذا سيم ريسيبي سيم سورسز ما في حدا بيخلط على ذوقه يعني everything is very well balanced and done مثلا الصوص على الفيتيلو توناتو هو عاملها الصوص تبع السلطه هو عاملها صوص طماط هو عاملها صوص تبع الكارباتشو يو ويل سي ونوبدي كان هيك امبروفايز وببلش يشتغل على ذوقه انه مثل ما هو بده كله محطوط بيس اون ريسيبيز بيس اون افورت اوف 26 ييرز من الخبره تبعه اللي وصلت لهون which is this is the سبدك the secret of our success. آخر مرة قعدت أنا وياك كنت عم تشط رايتك على أكل قد ما طيب. مش معقول قمت ماسك المنيو كان ذا فيرست تايم. شو عم ناكل هلا؟ سو عندك بيف كارباتشو. زرع عم بيحكي؟ عندك خلص؟ اوكي. فينا نوقف حكي؟ لا نحن اليوم جايين بمشن كثير واضحة. أنت الانترفيور. صحيح. معه. وأنت بتاكل. واضحة 1 plus 1 equals 2 انت اخذ الدور ليش نأذن؟ انه بالبيت مرتي بتطبخ انا باكل الناس بتسأل ليش ما تفوت على المطبخ مش شغلتي انا باكل I know my job description صح فبليز كفى احكي معه انا رايح معه انت رايح I don't want to tell you very fresh colors very fresh colors وين نبلش؟ شو نبلش؟ شو ليك صحون حلوين ترافل على هولي كتير حلو البرزنتيشن كتير حلوة اللحمة زبدة على الحل nice sweetness very 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 enjoyable sweetness beautiful thank you so far so good you see he's in the camp he's in the camp he's with you will take my place chef the cast to make a complaint here he has a complaint no one complaint you're too big to be to my you need to sit with us you don't want to sit with us and eat I need to work you don't want to eat already they say the food is good it's good
Chef. How are you? How many years have you been here? In Dubai? Dubai, 5. 5 years? Almost 6. And you learned English in Dubai? Yes. Yes. Okay. And you've been cooking for 26 years? Yeah, 26 years. So you're only 26 years old? No. How old are you? 36. 36. Wow. I'm starting with my mom. When he was very young, he stayed all the time under the table. My mom cook, I'm staying at the table. My mom say, go away, go to play your brother, your sister. Because my family is big. I have 5 sisters and 2 brothers, plus my father and my mom. So my mom is the master chef. Go cook every day, lunch, breakfast, lunch, and dinner for 10 people. And then all the time when my mom prepares something, I'm staying under the table. Go. Or stay in the under the table or in the... Because you were watching her cook? Because I like the enjoy. Flavor. All the time. What's your favorite mom food? It's very difficult. It's very difficult. All the food. Because sometimes when you come the customer here, say, chef, what you suggest for me? I say, look, close your eyes and pick. Because for me, whatever I put in the menu is good. Because some guests is a vegetarian, vegan, like meat, fish. No garlic. Problem. So. Chef, Antonio was asking, what's your favorite mom's food from your childhood? What's from your favorite mother. Dish? From my mother. But my mama like a lot ravioli. Ravioli? Yeah, because make homemade. No, make with the heart in there. Do we have ravioli here? Yeah, the ravioli ricotta, ravioli truffle. And what's your favorite ravioli? Ravioli ricotta, because it's my mom. Original. Yes, all the time. Can we try? Yes, of course. All right. What makes I'm gonna go now. What makes a better pizza? What makes a good pizza? Why a pizza is good? Okay, the pizza is good, first of all, because I need to do experience to do it. Ingredients. And also you need to be patient there. So you need to do mother dough inside, you need to do organic flour, you need to do organic tomato from Italy, basil, nice mozzarella fior di latte from Battipaglia and Naples. And this is... Deodorant. He has it. He told me a few secrets that he's cooked for very famous people. You want to name a few? Okay. I cook for Al Pacino. This one? Al Pacino, Robert De Niro. Where? In Italy. In Italy? No, in Italy, in London. In London? Yeah. Beautiful. Many things. Lots of experience. Lots of VIPs. Off the camera. Lots yes. of VIPs. Yeah. Political people, actors, famous. Yeah. So he's been around. Chef, thank you it. So much. You can go back to your kitchen. It's thank okay. you so much. Okay. And what from Alan? We're gonna try the ravioli. Ravioli? Okay. عزم اليوم بعرف واصل من السفر 4 الصبح تعبان يا جدعان ما واحد تعب اهلا وسهلا جبت لك نيل وعدت لك اياها معك بالشو تبعك انا ما بعطي من المكان انا اتس ماي اونر ايه عدت لك اياها بالشو تبعك ست الكل جدعان منيح تفضلوا اهلا وسهلا فيك بدبي انت تعميكم يلا لا هالمرة انت مهتم بحالي فيتلو از فينومينال ويلكم تو دبي ثانك يو سو هابي تو هاف يو Thank you. I'm happy to be here. Dayman Madiafi. Nell is with us for the next week. We're going to be touring Dubai and Abu Dhabi. We'll be having a lot of nice discussions. Yes, but not man, but now نعمل حلقة معه. نعم كذا حلقة معه. كذا حلقة. بس أنت أكدت بشوي شغلة وما دوّقتني إياه. Yes. وكتير مهمة. حياتي كيفك؟ صرنا زي ما عدنا سوا. ان شاء الله تكون سفرة عزوئك وارتحتي مظبوطة. ليلة أوتيل. ماشي حالك. ان شاء الله نكون عم نعمل نقوم بالواجب يعني. ماشي الحال. Yes. Effective, طيبة. قريب تحت الله. You will love it. حافك عن الأكل. الأكل كتير طيب. كتير 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 طيب. كله حياة، كله إحساس، كله طعمات. يعني اليوم هلا عم بأكل السلاد وعم بيقطعوا بتمي. كل الطعمات الموجودين، التكشرز الموجودين، إن كان الحموضة، إن كان
الجبنه اللي هيك عطيت هالاسيديتي هالبترنس الحلوه كثير، ان كان القرشه العظيمه، ان كان فريشنس اوف انجريدينتس الخاص، بيتلو توناتو از ذا ديفرنت ليفل. هاي دقه اللحمه مش معقول، زبده مع شويه سويتنس. عم نحكي سفره على ايطاليا بكل لقمه عم ناكلها، بمحل فيري كاجوال، فيري فيري كاجوال، موسيقى حلوه، الناس قاعده عادي كول، دي كونتراكتي، مش ضروري واحد يلبس كل تيابه تيجي، مريح، مفتوح، ضو حلو، الموسيقى كثير حلوه. جريت تشويس. اميزنج عن جد. اميزنج. اوف. نال، هاو از يور جيرني ليتلي؟ كيف كيف ايامك؟ اول شيء خبرينا كيف الاولاد؟ ايامي مع الاولاد مونتوني بينج اواي، خلينا نقول 250 نهار بالسنه اون اند اوف، اكيد مش فرد سحله. لكن كم قميص بياخذ معه؟ يعني ات ديبيندز. ايه بس انه ياخذ صور فيهم. نجرب نتذكر. خبيني سعد، جوزك بيسافر هالقد، يعني كيف عايشه بعليه؟ كيف فيك تعيشي بعليه؟ صعبه. هو ما فهمت عم جيب البلد لحاله؟ انت هيك حسيت. انت هيك مقتنع؟ انا بقلع حالي. لا ما هو حلو الواحد كمان يعرف شو بده بالحياه، سو نحن وي هاد ديل انتوني وانا، كل قرار بناخده سوا، كيف بدنا نعيش؟ وين بدنا نعيش؟ واتس ذا بلان؟ سو بان الوضع منه منيح بلبنان هلا من فتره، قررنا انه تنقدر نبقى بلبنان هو مضطر يسافر كثير. So it was a sacrifice منه قبل مني انه يسافر تنقدر نضلنا عايشين بلبنان، بعدين بيجي sacrifice انه انا عايش بلي، بس هو كمان عايش بلينا يعني. So بيجي بينام. تسألي شو؟ انت كيفك بلينا؟ انت كيفك بلينا؟ صح؟ I'm on her side dude. حياتي كتير صعبة. So it's a difficult. ناس بتفكر انه شو ناقصه بيسافر، شو صاير له بيجرب، شو صاير له بياكل وين ما كان، شو صاير له بيطلع بالطيارات، ونيه لك شو هالحياة. ولا أصعب من هيك واحد يقع بالتخت ما يلاقي شريك حياته حده، ولا أصعب من هيك على فكرة شيرو، ولا نهار ولا صعب واحد يقع كل يوم بتخت وينام كل يوم بتخت. أكيد الطيارة حلوة، بس الطيارة فيها ساعة تحضير، ساعة طريق على المطار، ساعتين بالمطار، ثلاث ساعات بالجو، وبتنزل وبتطلع، وببلش منخارك وسينوزيت وتسكير من خيرك ودينك ويلي هو. فده هو اللايف اللي كتير حلوة، كتير حلو، مش عملنا كتير كتير حلو. تجي مع كتير at a cost، تشوف ولادك عم يكبروا وحدهم، تشوف مرتك عايشة وحدها، فهولي كلهم يعني مسج أكتر من أنه الناس تقدرهم بمحل. أنه it's a choice that people have to do. هلا أنا كتير بيجيني مسج على إنستغرام كيف تقبل جوزك منه عن جد؟ إلا أنه العالم كتير بيحبوا troublemakers. إيه سو كيف تقبلي أو هيك، بس ما الواحد بده يعرف شو بده. So the decision was لما نبلش المشاكل بلبنان، هل نحن بدنا نبقى أو بدنا نفل؟ مش كرمالنا، نحن عايشين كتير منيح، كرمال ولادنا. So كان القرار إنه as long as we can do it، as long as فينا نبقى we will، بس it's a very 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 high price to pay لإله، لأنه مثل ما قال يعني تذكر وقت كنا بعدنا اصغر، حدا قال لنا مره بنام ما بعرف بأي بلد بوعه، تتذكر وكنا نضحك. So this happens to him actually. Hot stone beef tartar. Chef, what is this? Beef tartar di Marzio. Okay. Amazing. Looks good. Man, the smell. What are the plans for the week? The plans is we have a few visits to a few restaurants. Uh-huh. Tomorrow we are visiting Stouff Beirut for brunch. كتير هيك ناس بتجي عرق كاس نية كذا خروف على على الفحم مع الشفشر بالعيقة. Then on Sunday we will be visiting Beirut streets. بدي اكل ساندويتش. هلا تحمست على شرب زيت الشيء. بدي اكل لحمة عند شرب الأشياء طيبة وحمص طيب. وبدي اكل ساندويتش تبع سيرة الحمراء. لأن الشيء عن جد بيروت ستريتس was amazing. It was very good, interesting. Then we're visiting a few other places during the week بدبي. ما رح نكسو هيك مفاجآت، خليهم لوقتها، لأنه في شغل بده يصير عليهم. طيب أبو ظبي نقضي يومين. عم نجرب أكل أرمني.
عم جبل الويسترن فود اكل لبناني وراح نفيزت دارك كيتشن براند كمان بلش كيترينج كثير بحبوه كثير ناطرينك حنعمل تور بابو ظبي وي غانا فيزيت سم نايس توريستيك سايتس يلي حكينا عنهم بحلقه اخر مره هالمره تعالوا تشوفوا ستيز اند شاتس عنا بعد حلقتين رح يتحضروا كروزنج وذ رابس في عنا حد حلقه عم تحضر وحيالله حدا بده يدق لنا انه تعالوا لعندي شغل بدي تجي تشوفهم رجع مذكرهم انتونيز اميزنج مانجر اند براود براذر بدي اقوله رقم تليفون على انستغرام على انستغرام وان مور ثينك كمان رح نعمل حلقه اون ساندي ان ذا مورنينج على بكير yourself the business owner the minus 18 ice cream and a few ladies that are a pillar بالمحل that we're going to talk about the women's day that happened a few days back ونقدر ونقيم لانه مش نهار بعتقد انتم بتستاهلوا 365 يوم بالسنه بدي اقول لك انا لا انا لا. women's day ما بيوافقني ابدا بس هيدا الشهر على فكره I heard this month is not only about women's day this month is all about women so in the history بهيدا الشهر around the world apparently صار في له حقوق المرأة تعمل election so there's a lot this is there's a lot to historical. debate there بنحكي فيها لحد بس I don't agree with women's day ورح تلتقوا هلا أول شيء بحب كيف نال تكتشف شو عنده عندك انترفيو نهار أحد دبري راسك اه اوكي يو شيز اولويز ريدي اصلا بس الحلو انه اثنيناتهم ورح ذكرك بالسؤال نهار الاحد اثنيناتهم ار هذا التفكير تبع اللي نحن مثلنا مثلكم مش عايزين تعملوها نهار لالا فرح تعرفوا على اثنين ستات بعاده رح ندوق الكارباتشو مع بعض التارتار باردون مع بعض ومن بعدها رح نتعرف رح نقعد رح اذكرك وحدك انت وجورج والشيف مع بعضهم واثنيناتهم ما بدهم يقعدوا على الكاميرا بدي اشوف شطارتك وبطولتك بلا ما انا احكي كيف بدك تهديهم يلا ليتس تراي ات اشتغلها ربيع انا بعد طبخها ثانك يو واو ريحتها اوه بيوتيفل سناب نكس فيها واو تيه اوه ماي جاد Oh my goodness. Wow. Mm. Oh my god. This is so good. Amazing. Wow. George, wow, wow. One of the most amazing episodes. في عنا 1 2 3 4 5 6 كاميرا 7 عم بتصور ما بحيط حطينا انفستمنت هالقد وقت وانرجي وافورت وتكنيكاليتي جورج قرب لعنا قرب لعنا قرب لعنا ما في مايكروفون بس انه شو عم ندوق شو عم ندوق This is papardelle pasta it's homemade pasta maragu truffle it's cooked in the milk for 2 hours 2 hours? Yes, 2 hours. Oh my god. آه راح الصحن ما راح يطلع لك كل لقمة بحب أقول لك من لا ضرب عينه. Can we have you? وقفة مع الإعلان أنت وياهم وبنلتقى من بعد ما خلص الصحن. Oh my god. بس لقمة لقمة يعني نحن إنه. Hello. تفضل. ربيع شكرا. Amazing. Quality pasta. مطبوخين اكثر من الدنتي بالضبط معهم ماكسيموم صار لك ساعه بتظبط باللقمه 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 اكلتها انت ايه انا افتكرت عم بتلقمه عن جد واو واو ما عليه شيف انتوني از نوت شيرينج فود ذس از فينومينال فينومينال بس وات ابوت مي ايش او ماي جودنس هيدا حياتي شو هيدا هيدا زبده لونها غامق اوكي وقف مع الاعلان قاعد جورج والشيف مع بعض من ثلاث فوكن رول Welcome back. Thank you for having us again. So what are we trying? What pizza? So this pizza is like Yes. Wait. And
then you can talk. Now I need to eat and share. Share. Oh my God. excuse me, can I get a plate, please? Chef, what do we have? You know, the secret behind this pizza is beyond the ingredients. It's the dough itself, right? Yes, the dough itself and the ingredients. How much time did you put into this dough? 72 hours. 72 hours. For the serve to the customer. Wow. Wow. And 72 hours and your passion and your heart. 26 years. Yeah. And your soul. And the soul, man, it's amazing. Amazing. Anthony, stop it. We need to eat. Wait, Chef wait. Is with us. Wait, one more. It's so good. You took all the plates. Chef, what's up? Chef, what's up? Hey. 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 Look at the sound. Oh my God. This is for you. Can you please have one with us, please? And one for George, please. I'll take. Don't worry. I eat every day pizza. Can I ask you a question? Do we have to eat a pizza with the fork and knife? No, with the hand. That's why I watch you. I'm just asking. So guys, كل اللي بيروح على مطعم بيقعد بياكل بيتزا fork and knife. Don't grab it, tilt it. Cheers. 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 My God. And to do now, mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. It's amazing. Top. True. I cannot talk. Just one bite. Now I know why you say eat, don't talk. Yes. This is why. Exactly. So where are you from? Sardinia. The best island in the world. Best beaches, sea, everything's everything. Amazing. Are you married? Of course. You have kids? Yes, one, Camila. Do you know how they cook or no? Yeah, start to asking, start to... She's starting, huh? Yes. How old is she? 5. 5 years old, wow. So the most interesting thing in Sardinia and the chef and how he used to cook is the ingredients and the way of cooking, you know, the technique of cooking in Sardinia, the way of his mother and grandmother, how they do the tomato paste, the tomato sauce. And the chef always tell me about those stories. Oh God. Come on. When in the season you have the big truck of tomato coming. Yes. And all the family is gathered all together. All together and do the tomato sauce, you know, the tomato sauce. Yeah. To make spaghetti, tomato, ragu, you do everything. You go in the bar is like a pub, yeah. Okay? Ask the favor to give the beer, empty the bottle, like Peroni, Moretti, yeah. Heineken. Then the owner keep a lot of box. Empty bottles. Empty bottle. Then pass one parent to collect all the... Tomatoes. All the bottles. Oh, okay. A lot. Then bring it to the farm. All the family, one wash the bottle, sterilize the bottle, one peel tomato, one boil tomato, and one pass the tomato, and then put all inside the bottle, close, sterilize, and that's it. And after they distribute the bottles according to the families how big are the families. So each family will take the share for the season. And then in the season you have all the bottle, all the tomato, organic proper tomato with the flavor. يلي عم يمكن عم بقوله الشيف هو عنا اياه ببلادنا. So ببلادنا كمان تيتا وجده بجمعوا كل اناني البيبسي والليبيز والهيدا عم نعمل دعايه هلا والمرضين كل اناني الكاتشب والمربين بنعبيهم بنخليهم فاضيين ووقت المونه بنعبي صلصه بندوره دبس الرمان والى اخره بيقعدوا بيعبون وبيجيك من كل سايز شكل حسب العيال بتتوزع وبيغلون بيعملون بس التراديشن وي هاف سمثينج فيري سيميلر ان ليبنون وي اولسو كولكت بوتلز اند جارز سو ذاتس واي وين وي وير كيدز اف وي فينيش ذا بوتلز اور جراند بيرنتس دونت ثرو ات دونت ثرو ات اي وونتد تو سي كاتشب بات اي نو اف اي سي كاتشب ان فرونت اوف يو سي ذي تيك ات فيري بيرسونال فيري بيرسونال يو نو واي داز ات ورك ماكدونالدز ان ايطالي didn't work no does it work ماكدونالدز doesn't work in italy Why not? You don't need to talk. Man, sucker McDonald's. You know, but people love authentic food in Italy. And
and you do too. Yeah, very authentic. And and used to tell me like Italian food is very very simple. It's quality ingredients mixed together in a way, and you get the best combination, and you eat the best food. But it's very simple. You don't need to exaggerate. You don't need to put too much spices and boil too much stuff. So just as simple as. Simple food, simple food, lots of effort, yes. Lots of passion, 72 hours, yes. Or 26 years of experience, love. That's it. And that's how you do great food. We all agree? Agree. Well, we all agree. That's how Marini is so alive, by the way. It's because of the expertise of the chef and all the background that he has, all the experience, all the history, all the family history, all the quality ingredients gathered all together. To give you this great food. We're gonna finish this episode with desserts. Of course, we're already in process. What are we gonna try? Two ice cream homemade, but you need to wait 10 minutes, but already in the process. Homemade ice cream? Yeah, one pistachio with olive oil. Pistachio and olive oil? Yes, and vanilla ice cream with the honey with truffle. Amazing. You're not calling Anthony. No Anthony. Anthony! No Anthony, no Anthony, stay there. خليه معك ما تجيبه لا 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 خليه معك stay there خليه معك Anthony is very busy in a meeting over there we all have to come here we're in so we are in the last phase of this episode can we get the sea salt as well the whole oh, yes oh my god get it put it here oh my god so we're in the last part okay George and Chef Marini we're doing the last bit of it Pistachio ice cream. Yes. What are we doing? Let's go. With olive oil. Extra virgin olive oil from Italy, yeah? So, and vanilla with truffle honey. I'm not the foodie here. He is. But, يعني حببنا الأكل ومن وراء. Anthony. She stopped to talk now. Always. I got it, you didn't. Sea salt, we're gonna put sea salt on this? Little bit. This part. Sea salt. Guys, pistachio ice cream, vanilla. Oh my god, oh my god. So good. Maldon salt, eh? Let's dig. Time to eat. Yeah, time to eat. Without Anthony. Without Anthony. Festival pistachio. Festival pistachio because the way it doesn't taste. The truffle is very strong. George, give a 4 spoon, please. Wow, the little Italian deal. Yes. We are not stabilized, nothing. Natural. I make a laminute. Real gelato. Real gelato. That doesn't taste like powder. That doesn't take no powder. That doesn't taste like all the gelato, unfortunately, in the world today. We need to wait 12 minutes to do it. Because if you put in the freezer now, it doesn't stay because there's a stabilizer, nothing. So. Definitely one of the best gelatos I've ever had. Thank you. Very good. I like it. Thank you. And the idea of putting truffle into it. And the honey with the vanilla. The real vanilla. Spice at the end, what's spicy? No, the spice is the oil, a little bit out because it, the real olive oil is a little bit, no, like. As a last spoon. Spoon. But the authentic is. You will know what's spicy. The truffle and the. And the it's not spicy. It's not spicy, but the kick that you get from the vanilla is from the truffle honey. Bravo, one of your good episodes. When you scratch your head. Buffy, my job is. It's a great discovery. It is. Really. Great discovery. Chef, thank you. Thank you for bringing such amazing passion, amazing food, amazing identity to Dubai. Did you enjoy it? Did you love it? I love it. I'm always coming back. Yes. All right. Guys, visit Marini, Dubai Media City, meet the chef, ask for George. Thank you. And enjoy the food. Let's have a great week, and we'll see you guys again later. Next week, actually tomorrow, after tomorrow.
every day. Stays in chats. We'll see you soon. High five. High five. High five. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Thanks for you.